السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ومعكم الخطاط محمد الحميلي، ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي خط النسخ. هنكتب مع بعض آية كريمة من القرآن الكريم كما تعودنا، وهنشوف تقنين وميزان هذه الآية الكريمة. تابعوا معنا الحلقة للنهاية ولا تستعجلوا، وقبل ما نبدأ ما تنسوش اعملوا إعجاب لهذا الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس واختاروا كل حتى يصلكم إشعار بكل درس جديد يتم تنزيله على القناة. يلا بينا نبدأ على بركة الله. عايزين يا جماعة نركز مع بعض ونشوف على طريقة وحركة سير القلم أثناء الكتابة، خلاص؟ هذا الأمر مهم جدا. وإذا الجنة أزلفت. هنشوف سريعا كده ميزان هذه الآية الكريمة. نركز مع بعض كده يا جماعة ونشوف حرف الواو كتبناه ازاي. عملنا زي نقطة ولفينا من حواليها وصعدنا صعود بميل ناحية اليمين، بعد كده بنزل نزولي ناحية اليمين أيضا. رأس الواو الجسم بتاعها كده المسافة بتاعتها مقدارها نقطة ونصف. طب نزول الواو هذا الرأس مقداره ايه؟ أيضا نقطة ونصف، تمام؟ بعد كده خدنا من هنا ونزلنا بدوران ونزول لأسفل بميل ناحية اليسار. الميل ده لو عملنا كده خط هنلاقي هنا يدينا فراغ مقدار ايه؟ مقدار نقطة، وهذا النزول يكون ارتفاعه مقداره ايه؟ نقطتين، ماشي؟ في الداخل بتشيل ايه؟ 3 نقاط. زي ما قلنا وشرحنا قبل كده، وقلنا برضو هنا في فراغ نتيجة ايه؟ نزول بايه؟ بميل ودوران. خلاص يا جماعة حرف الواو شرحناه كثيرا، وكل دور باقي معانا في الجملة لازم تلاقي فيها حرف واو. الالف، الالفات احنا قلنا ارتفاعها يا جماعة بيكون 5 نقاط بحجم القلم الذي ايه؟ الذي تكتب به، ومن اعلى شايفين في ميل ايه؟ ناحية اليسار مقدار نصف ايه؟ نصف نقطة. حرف الذال عملنا الذال يا جماعة زي نقطة كده، او خدنا من فوق كده بعرض القلم، بعد كده نزلنا ولفينا ايدنا، النزول بلف الايد اداني الجزء ده ايه؟ رفيع. المسافة هذه لو قسمنا كده هنلاقي هنا كده في نقطة وهنا في ايه؟ في نقطة، تمام؟ وهو ايضا في ميل، يعني لو عملنا كده خط راس هنلاقي الميل بتاعه مقداره ايه؟ مقدار نقطة. طب الجزئية دي
هنا بتكون المسافة بتاعتها نقطتين، ده أول حاجة. الحاجة التانية بتكون هنا في ارتفاع وهنا في إيه نازلة شوية، يعني في إيه من فوق مرتفعة قليلا. أهو لو بصينا كده خط هنلاقي شايف الفراغ ده، لأنها بتكون مرتفعة من أعلى. طيب في الداخل هنا المسافة بتاعتنا تشيل مقدار نقطة، ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في بروز لهذا الجزء عن البداية. تمام، الجزء ده وضعنا عليه حرف إيه، حرف الألف. طيب هنا النقطة لحرف الذال وضعناها شوية رحناها ناحية اليمين حتى يكون هنا في ايه تماثل بين البياض حوالين ايه النقطة من ناحية اليمين وناحية ايه اليسار. الألف ألف الجنة أيضا خمس نقاط، ولاحظ شايف ان هنا كده يعني فيها ارتفاع شوية عن السطر، بيكون نصف نقطة لنقطة. وألاحظ الأمر الثاني، شايفين يا جماعة كل الألفات، كل الألفات من أعلى، شايفين الألفات واللامات الخطوط كلها الرأسية كلها بدرجة زاوية ميل واحدة قدر الإمكان. لما تيجي تكتب لازم تخلي في زاوية ميل واحدة لكل الخطوط الرأسية، ما ينفعش كده ألف مائلة كده ناحية اليسار والثانية مائلة ناحية اليمين، أو درجة ميل واحدة مائلة يعني مقدار نقطة والثانية ربع نقطة، لا، تحاول بقدر الإمكان تخلي درجة الميل إيه واحدة. طيب هنا سيبنا مسافة كبيرة بعد الألف، ليه؟ لأن حرف الجيم بيرجع لورا، يعني بتكون تقريبا مقدار نقطتين ونص، وهنا كده في مقدار نقطة، ونزلنا عملنا حرف الجيم، طبعا أسفل الجيم أيضا بيكون هنا في فراغ مقدار إيه؟ مقدار نقطة نتيجة إيه؟ النزول، بعد كده صعدنا تاني، هنا إدانا المسافة دي مقدار إيه؟ نقطة، عملنا سنة النون يا جماعة هنا كده، ومشينا وطلعنا عملنا التاء المربوطة. هنا المسافة أيضا بتكون مقدارها نقطتين، والجزء ده برضو بصعد كده بيكون نقطتين، ولو عملنا خط كده هنلاقي هنا في إيه مسافة نقطة، لأن الهاء دي بتكون مرتفعة عن جسم إيه جسم الكلمة. ماشي يا جماعة، وأيضا بيكون هنا في مقدار إيه نقطة بين الهاء وبين النهاية. الألف أزلفت أيضا برضو خمس نقاط، وزي ما قلنا برضو درجة الميل. حرف الزاء هنا زي رقم واحد ولكن مائل من جهة اليسار من أعلى، المسافة بتاعته هنا نقطة ونصف، وبعد كده نزول هذا الجزء بيكون نقطتين، وهو هو جسم إيه حرف الواو، يعني حرف الواو مركب من حرف إيه الراء. يعني لو عملنا كده الدوران بتاعنا كده عملنا حرف إيه حرف الواو، وهنا الجزئية دي بتكون إيه ثلاث نقاط، ولو عملنا خط كده هنلاقي الفراغ بتاعنا. والجزء الأخير ده قلنا بنرسمه رسم يا جماعة، خلاص الجزء الأخير ده يرسم بسن القلم رسم. اللام أيضا هنا ولكن ليها حلية زي الألف وليها حلية ونفس الارتفاع خمس نقاط، وبعد كده خدنا وصعدنا هنا في مسافة نقطة. هنا عملنا الفاء الوسطية جماعة شايفين زي رقم 8 مائلة كده، الجزء ده لو عملنا كده خط هنلاقي الجزء ده في إيه مسافته نقطتين، وشايفين رأسها الميل بتاعها متجه ناحية إيه اليمين قليلا. هكذا كده صعدنا هنا سيبنا مسافة نقطة وعملنا إيه التاء المنتهية. حرف التاء المسافة بتاعته طبعا احنا عارفين يا جماعة أربع نقاط ونصف، تمام، وهو في عمق بيكون هنا في مقدار إيه مقدار نقطة. وإذا الجنة أزلفت، اللهم أكرمنا بالجنة وجميع أخواننا المشاهدين يا أرحم الراحمين، قولوا آمين. احنا كده انتهينا مع حضراتكم، كنت هكتب الجنة في التوقيع، اللهم آمين يا رب العالمين. ما ننساش يا جماعة لو أنتم تابعتوا معنا هذه الحلقة للنهاية واستفدت منها، ادعم القناة وادعم هذه الدروس التعليمية المفيدة عن طريق عمل إعجاب. هذا الإعجاب اللي أنت حضرتك تعمله أنا مش بفرح به كشخصي، ولكن بيساعد الفيديو على الانتشار وأنه يوصل لأكبر عدد ممكن للمشاهدين، بدل ما يوصل لهم أشياء خادشة للحياة وأشياء تافهة تغزو عقول شبابنا وبناتنا في البيوت، لا، نحاول ننشر هذه الدروس وتستفيد. حتى لو حضرتك مش مهتم بالخط العربي كخط عربي، ولكن شيء جميل وشيء تجر عليه إنك قرأت هذه الآية ودعوت دعوة صالحة، ربما يستجيب الله لك فتغنم وتفوز في الدنيا والآخرة. وألقاكم على خير إن شاء الله مع درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم أخوكم الخطاب محمد الحميدي.